من اخبار الاهلي نروح بقى لاخبار اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المحليه وكمان العالميه، وزميلتنا روزان نصر مراسله قناه الاهلي وهي موجوده دلوقتي في جريده الشروق. روزان هصبح عليكي وهسالك كده في البدايه عن يعني الحديث حول دوري ابطال اوروبا ومحمد صلاح. يمكن امبارح صحف كتيره جدا محليه وعالميه تناولت محمد صلاح، وابرز المانشيتات كانت ان هو بيصنع التاريخ مجددا، فتفاصيل بقى هذا الموضوع معاكي، اتفضلي يا روزان. صباح الخير عليك يا نهواندو، طبعا صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يعني طبعا قبل ما أتناول معاكم أخبارنا، يعني محمد صلاح هو كان الأبرز على كل مواقع التواصل الاجتماعي وكمان مواقع الصحف، وحاولت أجيب كده يعني أهم المانشيتات وأبرز العناوين. طبعا يعني في شباك أتلانتا امبارح على هدف محمد صلاح، وهنبدأ بصفحة الدوري الإنجليزي رسمية باللغة العربية على تويتر، واللي كتبت محمد صلاح يعادل رقم الأسطورة ستيفن جيرارد بعدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا بواقع 21 هدف. ومن موقع في الجول على تويتر، واللي نشرت صورة سجدة محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول بدوري الأبطال بعد هدفه في شباك أتلانتا. كمان موقع جول العربي على تويتر كتب محمد صلاح يصنع التاريخ مجددا، والهدف الأوروبي 21 جعله الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع ستيفن جيرارد. كمان معانا في عنوان رئيسي كتبت صحيفة سن البريطانية، ليفربول قد يفقد جهود محمد صلاح أغلب فترات الموسم، والصحيفة كتبت في التفاصيل أن محمد صلاح سيتم استدعائه من قبل المنتخب الأولمبي المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 المنتخب، وأضافت لقد تم تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية اللي تقام في يناير وفبراير 2022. وبحسب صحيفة بريطانية طبعا، فإن هذا يعني عدم تواجد النجم المصري في عدد كبير من مباريات ليفربول، ربما تصل لشهر يعني لثلاثة أشهر خلال موسم 2021-2022. ومن صحيفة ميرور الإنجليزية، ليفربول يفوز على مضيفه أتلانتا بخماسية نظيفة. الصحيفة كتبت أن ليفربول حصد ثلاث نقاط مهمة في دوري أبطال أوروبا، ووصفت الصحيفة فوز ليفربول الكبير بأنه فوز رائع من فئة الخمس نجوم في الطريقة الفنية. وأضافت أيضا ميرور أن ديوغو جوتا سجل ثلاثية رائعة، وكان هناك أيضا هدف لمحمد صلاح وصل به إلى رقم 21 هدف في دوري الأبطال، وهو نفس رقم الأسطورة ستيفن جيرارد. نروح بقى سريعا لجدول مباريات النهاردة الأربع 4 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا، طبعا الزمالك مع الرجاء في الساعة 7 مساء، أما طبعا في دوري أبطال أوروبا لايبزيج مع باريس سان جيرمان في الساعة 8 مساء، برشلونة مع دينامو كيف أيضا في الساعة 8 مساء، تشيلسي مع ستاد رين كمان في الساعة 8 مساء. من موقع جريدة الشروق خبر بيقول أيضا عن صلاح، صلاح يتساوى مع جيرارد في صدارة الهدافين التاريخيين لليفربول بدوري الأبطال. بات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفا للريدز في منافسة دوري أبطال أوروبا، متساويا مع ستيفن جيرارد الهداف التاريخي ب 21 هدف، وسجل صلاح هدفه ال 21 في مرمى أتلانتا في المباراة المقامة مساء أمس الثلاثاء على ملعب أتلانتا ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويتفوق ليفربول على أتلانتا حتى الدقيقة 70 بخماسية نظيفة. من موقع سوبر كورة خبر عربي، الجزيرة يوقف انتصارات بانياس بثلاثية في الدوري الإماراتي. حقق الجزيرة فوزا غاليا على مضيفه بانياس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب بانياس في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي، وبتلك النتيجة يوقف الجزيرة انتصارات بانياس ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط. وأخيرا خبر عالمي من موقع في الجول، سيرجيو راموس يصل ل 100 هدف مع ريال مدريد.
وصل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد إلى الهدف رقم 100 بقميص الملكي في جميع المسابقات بفضل رأسيته في شباك أنتر في دوري أبطال أوروبا. 55 هدفاً سجلها راموس جاءت بكرات رأسية في جميع المسابقات. طبعاً بدأ راموس مشواره مع ريال مدريد في موسم 2005، ومنذ ذلك الحين سجل المدافع البالغ 34 عاماً 100 هدف في 659 مباراة بجميع المسابقات. طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار من هنا من موقع جريدة الشروق. عودة ليكم مرة تانية في الاستوديو. نشكرك زميلتنا العزيزة روزان نصر، ونشكر كمان زميلتنا العزيزة نورهان طمان على التغطية الرائعة. شكرا ليكم.